هل دكتور يعني حابين نوضح للآباء والأمهات، هل يعني طبعا هو اللي دلوقتي بيتفرج علينا وعنده أبناء وكده، بنحاول إن احنا طبعا نكتسب الخبرة من حضرتك ونحاول إن هم حتى لو في أي حاجة كانوا بيعملوها غلط يبتدوا إن هم يعدلوا الدنيا، ولكن في نقطة مهمة جدا يا دكتور برضو حابين حضرتك تفيدنا فيها. هل الأب والأم لما بيبقوا عارفين هو خلاص في مولود جاي، هل فعلا لابد من دراسة هذا الموضوع قبل يعني ما يجي الطفل والطفل عشان ما يقعوش في ده؟ لأن هو فعلا يا دكتور فعلا الطفل بيتولد مش عارف أي حاجة، الألم حتى الألم اللي بنكتب بيه لو ما يعرفش اسمه لغاية لما يكبر مش هيعرف اسمه. فأنا عايز أقصد اللي أنا عايز أوضحه إن إحنا اللي بنملى أولادنا، إحنا اللي بنحط لهم، إحنا اللي ممكن نخلي شخصيتهم عاملة إزاي، إحنا اللي ممكن يا إما نخليهم دايما عايشين في فرح، يا إما دايما عايشين في خوف، يا إما دايما عايشين في قلق، يا إما دايما عايشين في سلام، إحنا اللي بنولد ده في أبنائنا. فحابين برضو نؤكد على النقطة دي، إن اللي أنت هتزرعه في ابنك دلوقتي هو ده اللي هيفضل مستمر معاه. أنا حابب أؤكد على النقطة دي لأن فعلا الأولاد لما بيكبروا بيبتدوا يرموا الحمل على أبوهم وأمهم، يقولوا طب ما أنا وأنا صغير اتربيت كده. فبرضو عايزين نؤكد على النقطة دي يعني. طب أنا ليه دايما بنقول التربية مهم جدا، أو لازم إحنا ندور أو إحنا نقرأ شوية قبل أولادنا ما يتولدوا، علشان مواضيع كتيرة جدا، علشان في حاجات مستحدثة في المجتمع، بمعنى إن هي نزلت الدراسات دلوقتي بتقول ديناميكية البكاء، الإبن لو مفتح عينه هو قصده اللي هو جعان، طيب هو لو مغمض عينه هو في ألم في معدته، هو لو مغمض عينه هو ممكن يكون خايف. فانا لازم ادرك ده، عشان ما اقولش ابني مثلا بيدلع، لازم ادرك ان في حاجه اسمها دلوقتي فرط حركه وتشتيت انتباه، وحاجه اسمها خلل في المستويات العصبيه في المخ وتاخر في النطق. لو ابني كان بيتفرج على التلفزيون فترات طويله، طب ابني بيقعد لوحده، طب يمسك التابلت كتير، طب ايه التصرف اللي انا ممكن ابدا اتصرفه؟ لو احنا عايزين نربي اولادنا المفروض نربيهم قبل ولادتهم ب 20 سنه عن طريق تربيه الاب والام. الاب والام هم البذره اللي بيزرعوا الشجره، فلازم دايما يقروا ايه اللي ممكن يحصل المستجدات دي. مثلا ابني عنده طفره سلوكيه، ابن عصبي، ليه؟ عشان الكورتيزون بيتحول عبر المشيمه للبيبي فيطلع طفل عصبي، فده بنسميه طفره سلوكيه. فلازم الامهات تكون مدركه بس قبل الولاده تقرا ايه التعامل لكل مرحله سنيه، ازاي ممكن نتعامل مع اولادنا. عشان ما يتحولش في الاخر احنا بنقول ايه، اصل ابني ممكن يكون كذاب، ممكن يتحول لشخصيه عنيفه، حاجات كده قوي. ازاي حتى لو ابني كان من الشخصيات، هو مولود كده ربنا خلقه كده شخصيه خجوله، ازاي ممكن انا اتعامل معاه يتحول الى شخصيه قويه؟ ازاي ممكن اتعامل مع شخصيه قويه بحيث استثمرها استثمار صح؟ يعني حضرتك بتقصد ان كل مرحله ليها مكافاتها وليها عقابها في نفس الوقت، يعني ما ينفعش اللي انا كنت بكافئ بيه الطفل وهو عنده سنتين نفس المكافاه دي وهو عنده 10 سنين، وفي نفس الوقت برضو العقاب، ما ينفعش ان انا اعاقبه بحاجه وهو صغير نفس العقاب يبقى كبير. بس في حد دلوقتي يسمعني يقول لك طيب ما كل ما الانسان بيكبر العقاب بيبقى اشد. لا طبعا، اقول لك دايما بنقول السقف، بمعنى ايه؟ احنا اللي بنعود ولادنا على فكره الرشاوي، بمعنى اعمل ده هديك على طول، ده اسمها رشوه. فبنعوده عليها فبيبدا مش عايز يعمل الصريخ الصح عشان هو صح، لا هو عايز ياخد منك الرشوه دي، فانت بتعوده. فاول ما بتسحب الميزه دي ابنك مش هيعمل الصح. عشان كده دايما بيقول على الحرمان العاطفي، انا مش هتكلم معاك حسب سنه 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه زاد، طب فجاه تقول مش هديك الموبايل بتاعك لمده اسبوع، تديك التابلت، تتفرج على التلفزيون، فانت كده منعت خالص موضوع السقف، فتلاقي ابتزاز ابنك او عنده بصوره كبيره، فتيجي توصل مرحله المراقبه تمنعه من ايه؟ فالموضوع لما يتحول، اقول لك حاجه زي فكره البنت اللي قدمت، كانت في تفاحتين، فقطعت تفاحتين وكانت من دي قطعه ودي قطعه، فمامتها قعدت زعلت لها انت ازاي تعملي كده وانت بتحبي مصلحتك وبتحبي نفسك. طلعت البنت مش قصدها، البنت بتدوق عشان تشوف اني احلى فتديه لوالدتها، اني تفاحه فيهم احلى. فاحنا بنتسرع جدا في اتخاذ قرارات غلط لاولادنا، وبعد كده بنندم عليه في المستقبل. مع حضرتك حق فعلا، وزي ما يعني حضرتك اوضحت طبعا، وحاولنا نتكلم في هذا الصدى كتير، وان احنا بنؤكد على مشاهدينا ان فعلا التربيه هي الأساس، هي البنية الأساسية. صحيح في مكملات زي المدرسة والمعاملات، ولكن هيبقى
الأب والأم هما النبتة الأولى، هما الأساس في الأول وفي الآخر، اللي هما بيزرعوا كل حاجة في الابن والبنت، يعني الأبناء عامة. أي حاجة بتتقال بيحفظوها، أي حاجة معاملات بيشوفوها بتفضل مستمرة معاهم. فطبعا رفقا بأولادنا إن في المرحلة الأولانية دي بالذات، لأن يعني السنوات الأولانية هي المهمة، بعد كده بيبتدوا خلاص يتعودوا، ولكن المرحلة الأولانية هي دي المهمة جدا. الحقيقة يا دكتور نور، يعني طبعا في الأول وفي الآخر أنا يعني بشكر فعلا وقت حضرتك معانا، ودايما الفقرات اللي هي بتبقى لمسة الأسرة بيبقى محض اهتمام كبير جدا من المشاهدين، وبتفيدهم فعلا، وفعلا المشاهدين بيستنوها. ويا رب كده نرى أولادنا والآباء في معاملات أصح وأفضل في الفترة اللي جاية إن شاء الله، ونستفاد من خبرة حضرتك طبعا وكل الفقرات اللي بنقدمها علشان مشاهدينا يبقوا على دراية أكتر بهذا الموضوع. ففي الأول وفي الآخر طبعا بشكر وجود حضرتك، وإن شاء الله تنتهي جائحة كورونا دي على خير، ونلتقي مرة أخرى في الاستوديو مع حضرتك علشان تفيدنا برضو في بعض الأمور الجميلة. يعني حبيبي شرفني، ربنا يخليك. شرف فينا، تشرف فينا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، ودايما كده كل الخير لحضرتك وكل الخير للاباء والابناء يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور نور اسامه، استشاري تعديل السلوك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا، وايضا خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح مي. ان شاء الله الاسبوع القادم مع صباح مي جديد، واشوفكم بكل خير وصباح الخير.